السلام عليكم. اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، الحلقة 41، الغزاوي رقم 2. Aujourd'hui, samedi 3 septembre 2022, épisode 41, Zarzawi 2. Fadhaqa al-Faita. على موضوع ليكيداسيون ديال احمد دليمي، ذكرت الاسم ديال العامل ديال مراتش، ولكن ذكرت غير لو برينوم ديالو اللي هو مصطفى، ولكن الاسم العائلي ديالو كان ما فيش شابي، ولهذا كنذكر هذاك الاسم ديالو وهو مصطفى طريق. مصطفى طريق كان كوميسير ديفيزيونير شيف دو لا سيوت ريجيونال ديال اكادير لعدة سنوات، ودير مراكش كذلك، وكان معروف في الوسط الرياضي لأنه كان رئيس ديال الدفاع الحسني الجديدي، إنه هو دكوالي ولد الجديدة، هو اللي من الأولين اللي حضروا في المكان ديال ليكيداسيون ديال احمد ليبي، هو اللي امر باش يدخلوا الجثه ديالو المخرقه بالقرطاس، فيها 30 حتى 40 قرطاسه اللي كانت فيها في الراس ديالو وفي الدات ديالو، دخلوها للدار ديال الفيلا ديال احمد ليبي، وداروها في واحد البيت، بيت بوحدها، بيت صغير، سدوا البيت وخلاو جوج ديال الحراس فهم البيت باش ما يدخل حتى شي حد لهذاك البيت. فجا الحسن الثاني لعين المكان وشاف دليمي في هذيك الحالة وعطى الأوامر باش يديروه الصندوق ويبلومبو، يديروا البلومباج ديال الصندوق وما يشوفوا حتى شي حد، لا من العائله ديالو، لا من الزوجه ديالو، لا الاب ديالو، لا الاقارب ديالو، حتى شي حد ما غادي يشوف دليمي. من بعد بدات المسرحيه ديال دليمي وطني، دليمي زعيم، دليمي، وداروا لي واحد الفينيراي ديال الدفن ديالو، فاش دفنوه داك الشيء داروا بزاف ديال الوزراء وبزاف ديال الشخصيات مدنيه وعسكريه، وهداك الشيء كامل غير مسرحيه. البارح رسمني واحد شخص مجهول ما عندوش ما تذكرش الاسم ديالو عدة مرات، صيفط لي على الأقل واحد 7 ولا 8 ديال لي كومونتير متابعين، ما كنت ما بين الكومونتير والكومونتير ربع ساعة أو نص ساعة، تيقول الهضرة لي أرقع نفس الهضرة
وفي الاخر تيقول بان هو احنا الواجب ديالنا وهو نقولوا الحقيقه للشعب المغربي. هاد السيد اللي تيقول احنا يقول انا يقول هو اللي واجب عليه يقول داك الحقيقه اللي بغاوه هما الشعب المغربي. انا متفقش معاهم هاد الشيء، ما عمرني ما كنت متفق مع شي حد. انا كنقول الحقيقه اللي عارف انا على حسب المعلومات اللي عندي وعلى حسب المصادر ديالي اللي كنثق فيهم. انا لا علاقه لي مع لهذا الشخص ولا مع غيره. يقول لي بغا انا ماشي شغلي داك الشيء. اذا كان هو داير في كاسو العجينه من عام 1983 باش يبقى يقول لك الحقيقه ديالو هو الحقيقه اللي بغاو مالي الوقت. داك الشيء انا لا علاقه لي به. الحقيقه اللي كيقولوا للشعب باش يكذبوا عليه باش يبقوا ديما مغلطينو من 1983 30 عام هادي وما تكذبوا عليه. هاد الشيء هذا ديال هاد السيد اللي كيقول في اليوتيوب انا لا علاقه ليا لي معاه، ما كنعرفوش. داير هاد الشخص مجهول الناس اللي هما تيكتبوا بالوجه ديالهم الحقيقي هما اللي يمكننا نقدروهم ونجاوبوهم، ولكن اللي كيكتب باسم مجهول ما كنجاوبوش وما كنعطيهش وقت. دابا غادي ندوز الموضوع ديال الحلقه الحاليه. الحلقه الحاليه ديال السنوات ديال الغزاوي في اداره الامن الوطني ما بين 56 و 60. الغزاوي من بعد التعيين ديالو بدا كيدخل الموظفين إدارة الأمن. منين دار كول المكتب ديالو داخل إدارة الأمن، دار على الرأس ديال المكتب ديالو في إدارة الأمن الكوميسير دو بوليس دريس حصار. دريس حصار راه معروف في مدينة سلا، سلاوي ولا عائلة كبيرة سلاوية. ومن بعد بداو كيدخلو في الأطور وفي الموظفين. من جملة من بين هذوك الكوميسيرات الأولين ديال الإدارة العامة للأمن الوطني هناك شواد حدو، شواد محمد، محمد تدلاوي، منصف صدراتي، ولي أحمد تدلاوي، الحداوي، بعزات الغازي، الورديغي، الورديغي ماشي الودغيري، الورديغي متقوب الودن، كنت عنده واحد الودن متقوبة، ولي شاف هذيك الودن ديالو في الامتحان ديال الوران تيعطيه زيرو في لانوس تيخرج عليه،
اللي شاف شويه في ديك الودن ديالو، هذا هو المسمى الورديغي. واحد الانسان شرير جدا، وشخصيات اخرى اللي دازو كوميسيرات. في مدينة وجدة في عام 1956 إدارة الأمن الوطني دخلت بعض الكوميسيرات وبعض الضباط ديال الشرطة. ما بين الكوميسيرات، هاد الكوميسيرات كلهم كانت عندهم شهادات البكالوريا، ولهذا دخلوهم دي كوميسير دو بوليس سور تيتر. ما بين هاد الكوميسيرات كاين محمد العشعاشي، كاين احمد بن عبد الله، كاين بن حربيط، وكاين عدة أشخاص أخرى اللي غادي يخدموا كلهم في الكاف أن. من جملة الضباط اللي دخلوا في مدينة وجدة لضباط الشرطة، هناك عبد الحق العشعاشي، هناك حميدة ابن عبد الله اللي غيتخصص في لي رونسينيمون جينيرو قبل ما يدوز الكاب ان. وشخصيات اخرى. في عام 1956 الكوميسيرات اللي الاولين اللي دوزوا الامتحان ديالهم في مدينة آسفي، هناك علي بالقاسم اللي غيدير واحد لاكارير كبيرة بالأخص على رئيس الأمن الإقليمي ديال الدار البيضاء، وهناك مصطفى طريق، اللي غادي يدير كارير كبيرة كشيف دو لا سيورتي ريجيونال ديال أكادير ومراكش، وكعامل على عمالة الدار البيضاء، وكعامل في الداخلية مكلف مهمة في المناطق الصحراوية. هادو هما لي دو كوميسار لي هما دخلوا بار كونكور في مدينة أسفي، لأنهم بجوجهم كانوا موظفين ديال إدارة البريد في السنوات الأخرى ديال الحماية الفرنسية، ما بين 50، ما بين 1950 و 1956. كان في البوسطة الكبيرة اللي كاينة في أسفي اللي حدا كافي لا بوست، واللي كتشوف في لو شاتو بورتوغي، كان موظفين في هذيك البوسطة
اللي كانوا في الجيش ملي كتدخل الوسطى كتلقى واحد الجيشي قدامك طويل، هذاك الجيشي فيه جوج ديال الموظفين، كان علي بالقاسم على اليسار ومصطفى طارق على اليمين، كموظفين للبريد في المغرب قبل ما يلتحقوا بإدارات الأمن الوطني. من ناحية ديال البوليس السياسي حتى هو تأسس في عام 1956، الأعضاء ديال البوليس السياسي برسك توس الأغلب فيهم الساحقة كانوا أما رجال ديال المقاومة وأما رجال ديال جيش التحرير. رجال ديال المقاومة كانوا هما الحسين الصغير، الحسين الصغير هو رئيس ديال المقاطعة السابعة في مدينة الدار البيضاء في درب البلدية، اللي هاد الكوميسارية الستيام هي المركز ديال الشرطة السياسية. كان معاه في هاديك الستيام أرونديسمون كان معاه أحمد الطويل، أحمد الطويل اللي هو نرجع بعد للحسين الصغير، الحسين الصغير اللي كان قبل 56، قبل 56 في عهد الحماية كان واحد الرجل بسيط جدا، كان بلومبي في المارشي ديال درب بن جدية، وفي نفس الوقت كان مقاوم ما بين 1953 و 1955. ملي جا الاستقلال في عام 56 الحسين الصغير دخلته إدارة ديال الغزاوي، إدارة الأمن الوطني ديال الغزاوي كعميد للأمن وكرئيس المقاطعة السابعة السيتيام أرونديسمون ديال الدرب البلدية. ما هو الإنسان كان أمي، كان أنالفابيت، كان ما تي يعرفش يكتب حتى الاسم ديالو، وعينوه كوميسير دو بوليس شاف ديال لا بوليس بوليتيك في السيتيام أرونديسمون ديال كازابلانكا. كان مع الحسين الصغير، كان معاه احمد طويل حتى هو عميد شرطة انالفابيت إليتري، ما يعرفش يكتب الاسم ديالو. هاد احمد الطويل كان ان غرون فويو، كان صلقوط ديال كراج علال اللي كان تيسوق فيه واحد الطاكسي كبير، كان هو الشوفور ديال الطاكسي، شوفور ديال الطاكسي من الطاكسيات الكبار، وصلقوط معروف في كراج علال، ومعاهم المهدي الناموسي، المهدي
الناموسي كعميد شرطة في المقاطعة السابعة، وهذه المدينة الناموسي كان شي شوية تعرف يقرأ ويكتب، شي شوية ما عنده حتى المستوى ديال الشهادة الابتدائية، يكون دار واحد عامين ديال التحضيري وشي حاجة بحال هكاك. وكان معاهم واحد الكوميسير آخر اسمه موسى، مبقيتش عاقل الاسم العائلي ديالو، حتى هو كان تيعرف شوية يكتب، هو راجل سمر شوية بحال غادي الكحولية، كان تا هو رجل ديال المقاومة. مجموعة الضباط اللي كانوا في ستيم أرونديسمون كان من مدينة اللي من الأصل ديالو من مدينة السفي، وهو إبراهيم الماجري العبدي، كان معروف في هذيك الوقت بالاسم ديالو إبراهيم العبدي، هو من نواحي ديال مدينة السفي، وأنا ابن مدينة السفي منين تعين في ستيم أرونديسمون في الأخر ديال 1957، هو اللي كان كيشد بيديا، هو اللي كان كيتهلا فيا، هو اللي كان شحال من خطرة داني معاه تنشوف تنقف طوموبيل وكنشوف ليميسيون اللي كيديرو، وهاد ليميسيون اللي كيديرو وهما لا ليكيداسيون ديال الأشخاص، لا ليكيداسيون ديال المقاومين القدام اللي كانوا يعني ما بغاوش يحطوا السلاح وما بغاوش يدوزوا لجانب القصر الملكي، ما بغاوش يدوزوا لجانب حزب الاستقلال، كانوا بقاو مسلحين واحد العدد منهم اللي كلهم اللي كيدوهم البوليس ديال الساتيام اروديسمون، البوليس السيرالي، البوليس السياسي. كان في هذه المقاطعة الكوميسير ناجي، لوفيسي دو بوليس ناجي، مصطفى ناجي كان مقاوم كذلك، هو معروف ولد المدينة القديمة في الدار البيضاء، وكان ضابط المساعد بوشعيب اللي كان تورنور، قبل ما يدخل المقاومة، وفوق المقاومة كان كذلك تورنور، ومن بعد عاد غيدخل إدارة الأمن الوطني كضابط شرطة مساعد. وكانوا عدة ضباط أخرين هاد الشرطة السياسية اللي كان على رأسها حسين الصغير
المقاوم المعروف في درب بن جديه، وكان كذلك نفس الحسين الصغير المعروف في درب بن جديه كبلومبي، كان بلومبي في درب بن جديه. بلومبي من دوك النوع ديال لي بلومبي اللي ما عندهمش المحل، من دوك النوع ديال لي بلومبي اللي كي مع تيوقفوا مع الصباح تيكونوا في لي مارشي، تيكونوا مستفين، كل واحد حاط قدامه داك لوتياج ديالو باش يخدم، ومستعد يمشي لاي دار يخدم فيها كبلومبي. كاين البلومبي اللي عنده المحل ديالو المقر، هادو اللي ما كانش عندهم المقر، المقر ديالهم وهو المارشي ديال بن جديه، ما في كانوا تيحطوا الباكاج ديالهم وتيبقاو النهار كله، الا جاب الله شي خدمه تيمشوا ليها، ولا ما جابش الله بعد خطا تيبقاو النهار كله وما كيتسناو هاد الخدمه حتى تجي. هاد الشرطه القضائيه السياسيه اللي كان على راسها الحسين الصغير كانت متبعه ديريكتومون الى المدير العام للامن الوطني اللي هو محمد الغزاوي، وبالنيابه عليه كاين الكوميسير دو بوليس دريس حصار، لانه دريس حصار هو الشيف دو كابيني ديال المدير العام للامن الوطني. هاد الكوميسيرات اللي كانوا في المقاطعة السابعة ديال الدرب البلدية، المقر الرسمي ديال البوليس السياسي، هاد أربعة الكوميسيرات اللي كانوا فيها كانوا دائما على اتصال مع مدير الأمن الوطني، كانوا يوميا يتدبلاصاو الجميع، او لا على الاقل واحد فيهم اللي كيمشي للرباط تيطلب في الرباط وتعاود يجي في العشيه، وبعد الخطرات تيمشيو بربعه للرباط، اما ساعتين ولا ثلاثه ولا اربعه السوايع عاد تيجو. وهاد الامكانيات اللي كانوا عند الشرطه السياسيه في هذا الوقت ديال 56 60 ما كانوش الامكانيات في جميع المناطق ديال الكوميساريات ديال المغرب، كانت الامكانيات ضعيفه ضعيفه جدا، السيارات كانوا قلال بزاف، والسيارات اللي كانوا غير لي فواتور رونو كات شوفو اللي عندهم موتور اللور، هما الأغلبية ديال لي فواتور دو سيرفيس اللي كانوا، ولي فورغونات دي باني السلاد كانوا تاهما قلال، ما كاينش بزاف. هادشي في إدارة الأمن الوطني وفي لي سيورتي ريجيونال ديال الرباط والدار البيضاء ومراكش وكادير وطنجة وجدة وفاس، في الكوميساريات الكبار ديال المغرب كانوا الإمكانيات ديالهم ضعيفة ضعيفة بزاف، ولكن
الشرطة السياسية كانوا عندها إمكانيات، كانوا عندها لي فواتور دو سيرفيس جايين من عند العائلة ديال محمد الغزاوي. محمد الغزاوي اللي كانوا الكوميسارات الكبار تيبوسوا ليديه، بحال الا كيتصرف بحال شي بحال الملك محمد الخامس. كان محمد الغزاوي الملك الثاني، تيبوسوا ليديه في الممشى. هاد محمد الغزاوي كانوا عنده زوجات، أربعة زوجات، زوج بيدين وزوج كحليل، وكانت كل زوجة دي مسكنة في فيلا بحال القصر. وفي هاد الفيلات كان فيهم دي بارك ديال لي فواتور، عندهم في الكراج ديال الفيلا عدة بزاف ديال لي فواتور. وهاد لي فواتور اللي كانوا عند العيالات ديال محمد الغزاوي كانوا كلهم دي فواتور دو لوكس، دي فواتور مرسيدس، دي فواتور امريكان، شيفرولي، فورد، دودج، دي فواتور دو سبور. هادي فواتور دو لوكس هما اللي عطى محمد الغزاوي شافت الكوميسيرات والضباط الكبار ديال الشرطة السياسية. هاد الشرطة السياسية بهادي فواتور دو لوكس كانوا دائما كيتبرعوا بيهم كيما بغاو، مع كانوا كلهم مبليين بالفساد، تيمشوا كلهم البوسبير، وتيمشوا البوسبير اللي كاين في المدينة القديمة، وكيمشوا البوسبير اللي كاين في المدينة الجديدة اللي كاين في السلطان اللي قريب لكراج علال والسينما موريتانيا ديرت في القلب ديال تب السلطان. وكانوا هاد المسؤولين في الأمنيين في المقاطعة السابعة تيمشوا تيديروا المهمات ديالهم، تيمشوا مهمة داخل الدار البيضاء أو خارج الدار البيضاء في جميع النواحي ديال المغرب. تيمشوا المهمة الوحيدة اللي عندهم الرسمية، وهي تيمشوا بور لا ليكيداسيون دي زونسيان ريزيستون، لا ليكيداسيون. المهمة ديالتهم الرئيسية كانوا هي يصفيو جميع المقاومين اللي ما بغاوش يشدوا الطريق ديال القصر، ما بغاوش يشدوا الطريق ديال حزب الاستقلال. هاد المقاومين كانوا في المدن الكبار ديال المغرب كلهم، بالاخص في الدار البيضاء وفي مراكش وفي الرباط
هاد المسؤولين ديال المقاطعه السابعه ديال الشرطه السياسيه كانوا مكونين دايرين دي زيكيب، كل واحد والفرقه ديالو فيها ما بين 5 حتى 7 ديال البوليس، وكل واحد كيدير اللي بغا بدون مراقب، وكل واحد ما كيطبق غير القانون ديال راسو. كانوا كلهم خارجين عن القانون، كانوا كلهم تيجهلوا تماما المساطر ديال القانون الجنائي المغربي والمسطرة الجنائية المغربية. هذا الشيء كله كان غير على الأوراق، أما في التطبيق ما كان حتى شي حاجة من هذا الشيء في التطبيق. كانوا عصابة ديال البوليس مطلوقين على حالهم، تيخطفوا اللي بغاو وتيقتلوا اللي بغاو وتيسرقوا اللي بغاو. هما كلهم كانوا مبليين بالشراب الخمر وبالبغيات اللي كانوا في بوصبير. هاد الشيء تبلو به ما بين 1952 الأغلبية ديالهم، ما بين 1953 و 1955، هاد السنتين اللي كانت فيهم المقاومة، وبقات فيهم هذاك لوفيس ديال لا ديبوش اللي كان عندهم، بقى فيهم وبقاو مستمرين على ديك الحياة حتى من بعد الاستقلال، وحتى من بعد فاش هما تغيروا في حياتهم. اللي كانوا كل واحد اش كان من قبل الاستقلال كانوا عندهم غير دوك لي بروفيسيون لي بلومينابل، لي بروفيسيون لي بلومينابل اللي كاينين. حنا هو هاد رجال المقاومة كان قليل فيهم اللي قاري غير شي شوية، غير باش ما عندوش حتى الشهادة الابتدائية، مي الشي الآخر كان غير العروبية، غير العروبية اللي عاد دخلوا المدينة باش يخدموا باش يديروا حياتهم. هادي هي المقاومة اللي كانت. هاد المقاومة راه كان الزعيم ديالها الكبير اللي هو محمد الغزاوي، راني غادي من الناس اللي عرفتهم مزيان عن قريب جدا، ما بين 52 وما بين 1955 من تعرفت على محمد الغزاوي. انا عندي 14 عام سنة 53، هاد الرجال ديال السيستيم ارونديسمون، هاد البوليس خارجين على القانون، غادي نعرف اش كيديرو في هاديك السيستيم ارونديسمون ابتداء من 1900، من الاخر ديال 1957
وانا في السن ديالي 18 سنة فاستعينت باش نلعب كرة ديال كرة القدم في فريق ليس بوليس ديال كازابلانكا لا اس بي سي، وفي نفس الوقت كنخدم في ساتيام ارونديسمون ديال درب البلدية. انا جيت كنت من قبل حين دخلت الامل الوطني سنة 57 على سن 18 سنة، من بعد واحد تكوين بسيط ديال 3 ولا 4 أسابيع تعينت في الأمن العمومي مدينة مراكش أبري مو ريكروتمون على دي جي اس ان بار لا دي جي اس ان و 1957 à l'âge de 18 ans j'ai été affecté à la sécurité publique de la sûreté régionale de Marrakech. À la ville de Marrakech, j'ai exercé toute l'année 1957 jusqu'au mois de décembre. J'ai exercé à Marrakech dans le 4e arrondissement de Derb el Maash, tout près du Mellah de Marrakech. Le Mellah, c'est le quartier des Juifs. قريب من الملاح توجد الدائرة الرابعة ديال عاصمة المعاش. هنا فين خدمت أنا لأول مرة وأنا عندي 18 سنة، من بعد 3 ولا 4 أسابيع ديال التكوين خدمت في الدائرة ديال الرابعة ديال عاصمة المعاش سنة 57 كاملة حتى ديسمبر 1957. في هذه المقاطعة الرابعة ديال عاصمة المعاش الرئيس ديال المقاطعة كان هو محمد المدغري العلوي. الكراد ديالو في هذيك الوقت كان ضابط شرطة تعمل كرئيس دائرة الأمن ديال دائرة الأمن في مقاطعة ديال الكاتريام أرونديسمون، وفي نفس المقاطعة كان معايا تنخدمو جنب لجنب محمود عرشان. محمود عرشان اللي غادي يتعرف بزاف في المغرب كتورسيونير وكوميسارية دو درب مولاي الشريف، ومن بعد كان غادي يرجع رجل سياسة غادي يرجع سياسي في مدينة الخميسات ومدينة تيفلت من كاين الأصل ديالو هو هاد محمود عرشان. ملي كنا في 3 أيام في 4 أيام أرونديسمون ديال درب المعاش في مراكش كان عنده الكراد ديالو
ضابط شرطة مساعد كان أوبيا أوبيا، والرئيس ديال الكوميساريه كان هو أوبي أوفيسي دو بوليس، اللي هو محمد المدغري الحلوي اللي غادي نتلاقاه من بعد الستينات في الكاب ان، منين كان تعمل في الديبارتمون دي زوبيراسيون تكنيك، وغادي يكون عنده واحد الدور كذلك في عام 1965 في لوبيراسيون بويا بشير، لوبيراسيون ديال مهدي بن بركة، ديال النهاية ديال مهدي بن بركة. هذا محمد العلوي المتغري اللي عرفته لأول خطرة في حياتي في 1957 في الدائرة الرابعة ديال عرصة المعاش، كان هو الرئيس ديال الدائرة، ومحمود عرشان عرفته كذلك في نفس الدائرة، كان يخدم في الجنب ديالي، كنا جنب على جنب في الدائرة ديال عرصة المعاش، هذا هو محمود عرشان اللي حاليا زعيم ديال الحزب السياسي في المغرب، واللي كان واحد البرنامج ديال التلفزيون دوزيام ذكر بأنه هو كان مقاوم وعنده لاكارت ديال المقاومة، وجبد لاكارت وراها في الكاميرا ديال التلفزيون. أنا كنعرف مزيان محمود عرشان، كنعرف بأنه هو زايد في مدينة تفلت فين خلق في 1939 في شهر ماي 1939، وأنا ابن مدينة أسفي، خلقت في أسفي في سنة 1939 في شهر جويي 21 جويي 1939. إذن السن ديالي والسن ديال محمود عرشان كيف 1939، المقاومة اللي كانت في المغرب بدأت في سنة 1953 من تهزات العائلة الملكية وداوها للمنفى، ورجعت العائلة الملكية للمغرب في 1900 في الأخر ديال 1955 شهر نوفمبر. في هذا الوقت فاش بدات المقاومة في 1953، أنا السن ديالي 14 سنة، والسن ديال محمود عرشان كذلك 14 سنة. ما يمكنش أن نكونوا مقاومين في هذاك الوقت. أنا درت المظاهرات، شاركت في مظاهرات فلسطين في أسفي في سنة 1954 و 1955. أنا عاقل مزيان على هذه المظاهرات ديال 54 و 55، ومحمود عرشان كذلك في هذيك الوقت غيكون عنده في السن ديالو 14 عام،
ولكن معاه هو كان الابن ديالو واحد الرجل تاجر في تفلت معروف بزاف في تفلت ما غادي يكون شارك في تشي مقاومة إنه هو ما غادي يكون شارك في تشي مظاهرة إنه هو شكون اللي كيشارك مظاهرات ما كيشاركوش فيهم ولاد التجار ولاد العائلة الكبيرة كيشاركوا في مظاهرات غير ولاد الشعب هذه الوكازيون جات باش نذكر محمود عرشان بانه هو هذيك لاكارت ديال المقاومه اللي بين في البرنامج ديال التلفزيون ديال دوزان راه مزوره هذيك لاكارت راه زور مستحيل مستحيل ونعاود ناكد مستحيل باش يكون مقاوم في عمره 14 سنة مستحيل في العالم كامل ما كاينش مقاوم اللي عنده 14 عام المقاومة في المغرب بدات في 53 وسالات انتهت نهائيا في شهر 11 1955 المقاومة في المغرب كانت لمدة سنتين فقط إذن إلى بدأت المقاومة في 53 وسادات 55 إذن إحنا منين سادات المقاومة يا الله في العمر ديالنا أنا ولا محمود عرشان يلاه في العمر ديالنا 16 سنة وملي بدات المقاومة يلاه في العمر ديالنا 14 سنة مستحيل مستحيل باش نكونوا مقاومين في هذاك السن هادشي اللي قال محمود عرفان في هذاك البرنامج ديال التلفزيون ديال دوزيم راه سي دو فو هذا الشيء راه الزور عين بين انا كنتحدى محمود عرشان حاليا يبين لينا لاكارت ديالو ناسيونال نعرفوه فين زايد فاس من سنه زايد بس من سنة تخلق وأنا عندي اليقين 100% على أن محمود عرشان راه زيد في 1900 في شهر ماي 1939 ماشي قبل في هاد الأيام الأخرى شي حد اتصل بيا في يوتيوب وقال لي بانه هو بعض الناس تذكروا مع محمود عرشان وذكروا ليه احمد البخاري والتصريحات ديالو محمود عرشان قال ليهم ما عمرني في حياتي عرفت هذا البخاري وهذا خدمنا في كوميسارية وحدة لمدة سنة كاملة وحنا جنب على جنب في سنة 1957 كنا جنب على جنب في المقاطعة الرابعة ديال عرصة المعاش ألف وتسعمية وسبعة وخمسين كنا بجوجنا
la sécurité publique. La sécurité publique, il y a le commissaire central ou il y a les arrondissements de police. وكنا كنخرجوا كنديروا بعض المصلحه خارج الكوميساريه بواحد الطوموبيل ديال السيرفيس من نوع ديال الكاتشوفو اللي كانت قبل الايركات من نوع ديال رونو كاتشوفو اللي كانت عندها الموتور اللور طوموبيل صغيره هي اللي كانت طوموبيل السيرفيس ديال الكاتريان باروديسمون كانت تستعملها دائما لو شيف ديال لاروديسمون محمد مدغري العلوي اللي كان في ديك الوقت اوبي ضابط شرطه كان هو الرئيس ديال المقاطعة الرابعة ديال عرصة المعاش اللي كان فيها محمود عرشان وأحمد البخاري من الموظفين اللي كانوا فيها هذا اللي قال مع مروسنا عبد البخاري هذا الكلام ديال الزور هذا أنا لازلت على الحياة ما قممتش باش يذكر باش ينكر الاسم ديالي انا عايش واش اللي تنقول حقائق عشتها في حياتي دابا راني داخل في 84 سنه ومحمود عرشان حتى هو داخل في 84 سنه عندنا نفس السن وكنتحدى محمود علشان باش يجاوب على هذا الفيديو باش يجاوب على هذا الفيديو ويقول الحقيقة ويقول واش هذا الشيء اللي قلت انا صحيح ام هذا الشيء اللي قلت انا غلط في المقاطعة السابعة من ساتيام اروديسمون ديال الدرب البلدية في دار السلطان دار البيضاء هذاك الكوميسار احمد طويل كان العين ديالو حاطه على واحد البنت باقا شابه مغربيه من العائله البرجوازيه وهاد البنت اللي كان حاط عليها وهي سوريا الشاوي توريا الشاوي اللي غادي اللي كانت تتعرف احمد طويل منين كان ان غران فويو عنده تاكسي كبير كيسوقو كانت تتعرفو ماشي معرفه كثيره ولكن كنت تشوفو كتعقل عليه ما غاديش تقبل ان هو احمد طويل تقدم ليها بغي يخطبها ما غاديش تقبل منين ما قبلتوش وهو يقتلها هذا احمد طويل تيرا فيها بالرصاص قتلها قدام الدار ديالهم وهي جايه للدار قدام الجيران ديالهم
قدام الشارع العام، الشارع العام العمومي اللي فيه ديت ورازع، هو جبل الفردي وتيرا في توريا الشاوي وقتلها. هذا الموضوع ديال توريا الشاوي غنتكلم عليه إن شاء الله في الحلقة الجاية، ودابا نقول لكم مع السلامة إلى اللقاء إن شاء الله.